السلام عليكم، حياك الله عزيزي المشاهد في مقطع جديد من لعبة Elden Ring. خلال المقطعين الماضيين عن فارم 3 مليون انغسلت غسيل في الكومنتات وفي الانستغرام، كلهم يقولون لي وين الطريق اللي تمشي فيه، لا تقصقص وكذا. فقررت اني انزلكم هذا المقطع مسرع بحيث انك توصل للي ما عرف المكان. اذا كنت تعرف المكان بعطيك معلومتين كذا بما انك دخلت المقطع جديدة، لعلها تكون جديدة عليك. مشوا لي اياها، اكتب لي في الكومنت انها جديدة سلك لي. اول شغلة يا اخوان، من يوم ابتديت اللعبة اشوف الكومبس هذا ما توقعت له فائدة ابدا في اللعبة صراحة، أكثر شيء مسحوب عليه. ولكن بالصدفة اكتشفت أن الرونز بعد ما تموت يبين لك إياه في هذا المكان، وصراحة تمنيت أني أعرف هذا الشيء من قبل، لأني بعض الأحيان وأنا كنت أفرم والله أني أتذكر في فارم المصارعة هذاك اللي كنت أشرحها، أذكر أني ضيعت تقريبا 15,000 رونز بوقتها، كانت تهمني كثير وانغبنت عليها، فكنت أتمنى أني أعرف هذه الميزة. معلومة قديمة؟ أوكي، خذ لك المعلومة الثانية. في مقطع الحجار اللي نزلته اللي هو ليفل 3 و4، وصفت لكم هذا المكان وقلت لكم أنه في صندوق تحصلون فيه البيرينج، هذا البل بيرينج اللي توديه عند البنتين في الراوند هول تيبل، وبعدين تقدر تشتري 3 و4 أحجار 3 و4 لنهائي. لكن اللي ما تعرفونه أنه خلف هذا الصندوق ضربت وطلع دنجن، وأكثر من دنجن في هذا المكان، تقريبا 3 و4، فيبارك تتقدم شوي لين ما تقابل البوس في هذه المنطقة، والبوس تقريبا أعطاني سيف قوي، أهل الماجيك أو السحر راح ينفعهم، وبوس ما هو جدا صعب، يعني يمديك تستخدم تنادي هذا السامونز اللي يساعدونك. طيب خلصنا من موضوع المعلومات اللي إن شاء الله أنها تكون جديدة عليكم، نيجي الموضوع الطريق. وجاني والله أكثر من 100 سؤال في الكومنتات وفي الانستغرام عن الطريقة، لأن الطريقة هذه مختصرة، أنا فيديوهاتي كلها حاول اختصرها قدر الإمكان، لكن لقيت أن الطريقتين هذه ما حد قدر يوصل لها، أو كثير من الشباب ما قدروا يوصلوا لها بسبب أن الفيديو كان فيه تقطيع كثير، فبشرح هذه الطريقتين بالتفصيل عشان الفائدة. معني والله ما ودي أكرر في المحتوى، وعندي شرح كلاس ساموراي وغيره ودي أنزلهم، لكن قلت بنزل هذا المقطع قبل لا أسكر موضوع الفارمينج هذا. أول شيء يطول العمر، الشرط الوحيد اللي تكلمت عليه انك تقتل مارغت، هذا هو موجود ما يضيع. اول ما تبدا في هذه المنطقه على اليسار مارغت تلقاه، وبعدين بعد ما تقتله تتوجه الى المنطقه هذه، راح تقابل فيها جودريك، هذه الساحه بالضبط اللي تقابل فيها جودريك. عشان توصل لهنا لازم تفتح من هنا، وبعدين تمشي في القلعه وتيجي بهذا الاتجاه وتوصل الى جودريك، وكذا انت خلصت الشرط الوحيد، وترجع الى الفيرست ستيب، بتحصل الشخصيه موجوده هنا تكلمها، وبيطلب منك انك تروح الى الراوند تيبل هول اللي موجود اقصى يسار الماب. بعد ما ترسبن في الراوند تيبل هول تاخذ يمين في يمين على طول، بتحصل العجيز هذه موجودة، بتكلمها لين ما تعطيك الجملة اللي تقول لك let the finger guide you، شيء كذا، في جملة انا حطيتها في المقطع الماضي. المهم انك تم تكلمها لين تصير تعيد لك هذا الكلام، او تعيد لك نفس الكلام اللي قالت لك اياه اخر مرة، وبعدها راح تتوجه الى الروز تشيرش اللي موجودة في هذا المكان فوق الفيرست ستيب. هنا قبل شوي قلت لنا جودريك، راح تيجي الى هنا وتحصله، راح تكلمه اول مرة، تم تكلمه لين يعطيك الايتم ويطلب منك انك تدخل الملتي بلاير. طبعا بتروح للملتي بلاير وتستخدم هذا الايتم، راح يرسم لك كلمة على الأرض وتنتظر 5 دقائق 10 دقائق راح يدخلك. طبعا حاول انك تستخدم هذا الايتم في اماكن يعني تشوف فيها زحمة، مثلا زحمة لاعبين يكون في وسط المكان هذا ووسط المكان هذا، لاني انا جربت اسويها في هذا المكان ويطول معي يمكن 10 دقائق 20 دقيقة، خذ لين ما دخلني اول جيم. اذا كانت الملتي بلاير هذه ما تبين عندك، انا كانت عندي المشكلة هذه، دخلت على السيستم وبعدين رحت الى النتورك سيتنجز خليته زي الاعدادات هذه انيبل بلاي اونلاين، وسويت اكسبت على الشروط والكلام هذا كله، وبعدين سويت ريستارت للعبة وضبط معي. بعد ما تدخل 3 عوالم او تغزي 3 عوالم راح ترجع، سواء مت او قتلتهم راح ترجع، مش مطلوب منك يعني تفوز. بعد ما تكلمه بيعطيك الايتم اللي تروح توديه الى هذا المكان اللي يقول لك سنكت وين، هنا عند العلامة هذه، هذا المكان عشان تجيه اقرب شيء تروح الجراند ليفت اوف ديكتوس. المهم بعد ما ترسبن في هذا المكان تنادي الحصان وتنتبه من موضوع السحر، طبعا في واحد بيغزيك فانتبه لهذا الشيء. المشكلة الشخصية هذه ما انا منلفلها كثير، فبلبس الدروع يوم اجي اواجهه. تشوفون القلعة هذه اللي فوق على اليسار، هذا يطلع منها زي النار لكن ما هو بنار، هذا سحر يعمي العيون فيدمج لاعبك ويموت بسرعة، فخلك قريب ما
من الصخور بحيث لو طلعت النيران هذه تشوفون طلع من شخصيتي قبل شوي زي النار. خلنا برويكم. المهم لو جيت من اليمين ما راح يجيك ان شاء الله زي السحر هذا، تشوفونه ونحاش من تحت القلعة. من هنا يمديك تطلع فوق ترقالهم وتقتلهم ويختفي هذا زي النار، بتفك نفسك من أزمة. شوفوا الحين هذا زي، دقيقة خلني أرويكم لا طلع مرة ثانية. شوف لاعبي زي النار تطلع من عيونه، شوفوا زي النار تطلع من عيونه. المهم لو تعبى هذا البار راح تدمج، فأنت بتدخل القرية هذه اللي اسمها فرينزيد فليم فيليج، غثيثين السحرة هذا، لا فبتقابل واحد منهم راح يغزيك. شوف كلهم عندهم ميزة السحر هذه، حتى من هنا بعد ما تلف اللفة راح تشوفه. المهم من هنا تسيد عند القلعة هذه اللي بوجهك، بينزلك من الحصان بعد شوي بحيث انك تواجه هذا الشخص اللي راح يغزيك. ضروري جدا انك يوم توصل هذا المكان انك تركض تسحب عليه لين ما تدخل هذه القلعة وتحصل داخلها الجريس بوينت، عشان لو مت ما تعيد السالفة هذه كلها من هناك، وبعدين تفاهم معه وقتله. لو ما قدرت فيه يمديك ترجع وتاخذ الايتم هذا وتكلم، ما تكلم احد بس تسوي داي كلوث وذ ميدل بلاد. تشوفون هذا الخيار، هذا الخيار اللي كان مطلوب مننا. بعدين يقول لك اللورد اوف بلاد فيفر. كذا انت خلصت، راح ترجع له الحين الى تشيرش، هذا الروز تشيرش برسبن في اقرب مكان. ترجع عنده تشوف هيو كومبليتد يور فاينل تريل. شوف الحين يقول لك عطني الفنجر، بتعطيه اوفر فنجر، وكذا اعطاني البلادي فنجر. نرجع نكلمه مرة ثانية عشان يعطينا البيور بلاد نايت ميدل. هذا هو الايتم يا اخوان. بعد ما اخذنا منه الايتم الثاني وكلمناه مرتين، تدخل الانفنتوري وتحصل الايتم موجود، تسوي له يوز. يقول لك go to the audience grounds yes، لان هذه المنطقة نفس ما تقول تحت الارض، فهذه المنطقة اللي تحت الارض عشان ترجع للعالم الثاني ضروري انك تعرف هذا الشيء، انك تضغط start. وهذه احد الاسئلة اللي جتني كثير، يوم تفتح الماب تضغط R3 عشان يحول بين الماب القديم والماب الجديد. طبعا انا شرحت في المقطع هذاك الطريق ولكن بشرحها مرة ثانية، خلاص ما بقى شيء. انتبه منهم هذا لان ضربة واحدة وتودع، فاحرص. في ايتم هنا باخذه بس كان مفروض انك تاخذ يمين. نحاش على طول، ارجع الى هذا المكان. سميثينغ ستون 7. المهم تدعس هنا لين تشوف هذا الاثنين، خلهم على يمينك. وبكذا انت وصلت الى المكان هذا، هذا المكان معروف اكيد، هذا هو الجريس بوينت. وكذا يا حبيبي وصلت الى الفارم اللي شرحته في المقطع الاول اللي هو هذا المكان، والفارم اللي هو في المقطع الثاني اللي هو في هذا المكان الطير اللي موجود هناك. ما راح اعيد الشرح مرة ثانية، ولكن هذه الطريقة بالتفصيل. اتمنى ان في احد استفاد من الفيديو. طبعا ايوه، هنا عشان ترجع العالم القديم تضغط R3 ويكشف لك العالم. هذا هو زر R3 بالدقمة. وبس يا شباب كذا اتوقع اني جاوبت على اسئلتكم كلها. لا تنسون اللايك ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع جاي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.